السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعيش النجم الدولي الجزائري سعيد بن رحمة أسوأ فتراته خلال هذا الموسم الحالي رفقة المنتخب الجزائري ونادي ويست هام الإنجليزية، وشهد تربص المنتخب الوطني الجزائري الماضي انتفاضة قوية من مدرب المنتخب الجزائري جمال بن الماضي على نجم المطرق سعيد بن رحمة خلال المباراة التي جمعت بين المنتخب الوطني الجزائري أمام المنتخب المصري وديا والتي لعبت في دولة الإمارات. وشهد اللقاء الذي جمع بين الفراعنة ومحاربي الصحراء ردة فعل قوية من الناخب الوطني الجزائري جمال بن الماضي على بن رحمة بسبب المستوى الذي ظهر به خلال تلك المباراة، أين فقد أفضل مدرب في إفريقيا خلال عام 2019 السيطرة على نفسه ليقوم بردة فعل غير منتظرة منها، حيث قام بإمساك نجم ويست هام الإنجليزي من القميص تحت أعين الجماهير الجزائرية. ورفض حينها جمال بن الماضي الحديث عن اللقطة الشهيرة له مع سعيد بن رحمة أمام وسائل الإعلام لأسباب شخصية، حيث أكدت بعض التقارير الإعلامية أن الرجل الأول في كتابة محاربي الصحراء وجه آخر تحذير لسعيد بن رحمة لاستعادة مستواها في حال لم يقدم سعيد بن رحمة المستوى المطلوب خلال التصفيات النهائية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، فسيطرد رسميا من الخضرة. وهنا بدوركم أعزائي المشاهدين، شاركونا الآن بتعليقاتكم أسفل الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد.